تستمر معاناة المواطنين هنا في منطقة جباليا شمال قطاع غزة في ظل تكدس النفايات على المصرفات الرئيسية في وسط تلك المنطقة. نشاهد في هذه الصورة حجم النفايات التي تكدست على مدار أيام طويلة من العدوان الإسرائيلي المتواصل على شمال قطاع غزة. نتحدث ونشاهد ألسنة الدخان تتصاعد من تلك الأكوام، أكوام النفايات التي أثرت على حياة المواطنين سلبا، في حين أننا نجد أيضا مياه الصرف الصحي ما زالت تتدفق في تلك الشوارع على مدار الساعة، أي بمعنى أن هناك انتشارا للأمراض والأوبئة التي تهدد حياة المواطنين. عندما نتحدث عن هذه الأكوام نتحدث عن انتشارها أو في مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة، لا سيما مناطق جباليا والأحياء المجاورة لها. نتحدث عن وجود أكوام كبيرة من هذه النفايات في ظل أن سيارات البلديات والسيارات المختصة بنقل هذه النفايات إلى أماكنها في المناطق الشرقية لشمال قطاع غزة يصعب عليها نقلها، أولا بسبب الاحتلال الإسرائيلي واستهداف لهذه السيارات، ثانيا أن المنطقة التي يتم نقل عليها النفايات أصبحت منطقة محظورة، وبالتالي يواجه المواطنون اليوم حالة صعبة من هذه الأكوام المتكدسة حقيقة في تلك المناطق. وبالتالي هذا يعني أن تلك المنطقة أنها تعامل أمرين، أولا من هذا حجم الدمار الكبير التي تشهده خاصة بعد الاجتياح الإسرائيلي الأخير لجباليا، وأيضا من هذه الأكوام، أكوام النفايات التي تتكدس بشكل كبير. كما نشاهد في الصورة أكوام النفايات منتشرة في أكثر من منطقة وفي أكثر من زاوية، وأيضا حجم الدمار الكبير الذي خلفه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على منطقة جباليا. وهذه الصورة أيضا لتدفق مياه الصرف الصحي في وسط الشوارع، وهذا يعني ما ينذر وقوع أزمة إنسانية ويهدد حياة المواطنين، لا سيما الأطفال الذين يعني ما زالوا يواجهون عدة أزمات إنسانية كبيرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.